السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشيه. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من فضلك لو داخلة قناتي أول مرة، اضغطي على المربع الأحمر واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. النهاردة بأمر الله جاية لكم بالمفرش الحلو قوي ده، مفرش جميل، فكرته جديدة. شايفين أهو، بصوا الوحدات بتاعته حلوة قوي. وانا دخلت عملت ميكس ما بين الذهبي والفضي اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الطول انت بتحددي الطول اللي انت عاوزاه، انا اشتغلت بخيط حرير سلسلة. الطول تقدري تعمليه للرانر، تقدري تعمليه للتربيزات الصغيرة، تقدري تعملي طقم بقى يعني كامل براحتك زي ما تحبي. المفرش حلو قوي وتفاصيله جميلة، وتداخل الألوان فيه اداله شياكة حلوة قوي قوي قوي، إن شاء الله يعجبكم. وطبعا تقدري تنفذيه بأي خيط، يعني ممكن خيط الصياد السميك شوية هيبقى حلو جدا. تقدري تستخدمي خيط كوتون جولد، تقدري تستخدمي أي خيط، أي لونين مع بعض. أنا بشوفكم ما شاء الله بتبدعوا وتعملوا حاجات جميلة قوي. بأمر الله يلا بينا نبدأ. بسم الله وعلى بركة الله. وما تنسوش حبايبي لايك 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 للفيديو علشان يترفع ويشوفه أكبر عدد ممكن. لايك حبايبي، ويلا بينا نبدأ. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله يلا بينا نبدأ وعلى بركة الله. ده الخيط الذهبي أهو، الحرير السلسلة تمام. وده الخيط الفضي اللي أنا اشتغلت بيهم، واشتغلت بإبرة رقم 3 زي ما أنا معوداكم تمام. يلا نبدأ حبايبي. هنبدأ حبايبي نعمل عقدة البداية بالطريقة اللي انتي تحبيها اهو، ما تطوليش الخيط قوي تمام. خلاص كده عقدة البداية اهي، هطلع ب7 سلاسل، 7 سلاسل، 7 سلاسل. انا قلت بالعربي 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 تمام. يبقى طلعت 7 سلاسل. وبعدين هلف لفتين على الإبرة وهروح عند أول سلسلة أنا عملتها وهدخل جواها أهو، وهعمل عمود بلفتين أهو. كده عملت حلقة زي ما انتم شايفين كده تمام حبايبي. بعد كده هطلع بسلسلة وهعمل جوه الدايرة دي حشو في كل ناحية، يعني الناحية دي 10 10 حشو والناحية التانية 10 حشو. ادي عملت كده 1 2 3 4 5، أشد كده كويس، 6 7 8 9 10. يبقى ادي ناحية من النواحي عملت فيها 10 حشو. هاخد سلسلة واحدة كده في الهواء وبعدين هلف واعمل 10 الناحية التانية. 1 2، أشد، 3 4 5 6 7 8 9 10 اهو. شايفين الحلقة؟ طبعا الخيط الزيادة ده انا هقصه، هدخل في اول سلسلة انا طلعت بيها وهعمل منزلقة. يبقى دي الحلقة اللي هي أول حاجة أنا هشتغلها. بعد كده هطلع نفس الشيء ب7 سلاسل تمام. 1 2 3 4 5 6 7، يبقى دول 7 سلاسل. هلف برضو لفتين على الإبرة وهدخل في أول سلسلة أنا عملتها أهي، أول سلسلة، وهعمل عمود بلفتين. ادي 1 2، وبعدين اخرج منهم كلهم اهو.
تمام، هعمل حلقة جديدة، هطلع بسلسلة واحدة في الهوا كده، وبعدين أبدأ أعمل أدي واحد اتنين حشو أهو، تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى أنا هعمل سيفن، سبعة حشو. طب ليه ما عملتش 10؟ هتشوفوا دلوقتي أنا ليه ما عملتش 10 زي هنا. أنا عملت 7 بس، سيفن، بعد كده هطلع بست سلاسل، هطلع بست سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وهخرج منهم الإبرة كده، هكبر بس الكادر شوية، كبرت الإبرة، شايفين هنا دي اللي أنا طلعت منها، اللي هي واحد اتنين تلاتة رقم أربعة، يبقى هنا 1 2 3، في رقم 4 أو رقم 4 هدخل الإبرة كده بين الاتنين لوب زي ما انتوا شايفين، وهروح آخد الخيط ده الحلقة دي وأدخلها هنا، تمام شايفين؟ طيب، وبعدين هدخل كده وآخد الخيط وأخرج بمنزلقة عشان أبقى أنا بره الدايرة. طيب، وبعدين بعد كده هطلع بأربع سلاسل، 1 2 3 4، أربع سلاسل، وألف لفتين وأدخل جوه الحلقة دي، شايفين جوه الحلقة اللي أنا عملتها دي، هعمل فيها 11 عمود بلفتين، هعتبر سلاسل البداية 1 2، يبقى 1 11، أنا قلت بالعربي أهو 11 عمود بلفتين، هعدهم بقى 1 2، ألف لفتين كده 3، ألف لفتين 4 5 6 7 8 9 10 11، يبقى دول كام عمود بلفتين؟ 11 عمود بلفتين زي ما انتوا شايفينهم كده اهو، بحاول افردهم في المكان كده، تمام اهو ده الشكل بتاعي. بعد كده هطلع بأربع سلاسل، أربع سلاسل 1 2 3 4، وألف الشغل بتاعي على الظهر اهو، لفيت الخلف بتاع الشغل بتاعي، وبعدين هلف وامشي فوق كل عمود عمود اهو، وبعدين سلسلة في الهواء، وبعدين فوق العمود اللي بعده عمود، كمان سلسلة في الهواء، وبعدين اهو فوق كل عمود عمود سلسلة في الهواء، كمان عمود سلسلة في الهواء، كمان عمود سلسلة في الهواء، اهو هخلص ال11 عمود، فوق كل عمود بلفتين عمود عادي، بس بين كل عمود وعمود سلسلة اهو. سلسلة، وبعدين هنا منساش اخر عمود، هدخل في النص كده واخد عمود. تعالوا نشوف الشكل اهو، احنا كده هنا في ظهر الشغل اهو، ده ظهر الشغل، تمام. بعد كده هطلع بأربع سلاسل، 1 2 3 4، أربع سلاسل، ألف الشغل بتاعي ده وش الشغل اهو، وهروح هنا بين العمود الأول والعمود التالي، هدخل في الفراغ في النص وأعمل حشو، تالي هعد 1 2 3 4، هدخل في الفراغ ما بين العمود التالي والعمود التالت في الفراغ هنا في النص وهعمل حشو، 1 2 3 4، هدخل في الفراغ ما بين الأعمدة حشو، 1 2 3 4،
ادخل في الفراغ ما بين الاعمدة واعمل حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة اهو في الفراغ وهعمل حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة في الفراغ حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة اهو حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة هنا كمان حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة في الفراغ حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة، واخر فراغ عملت فيه حشو. ده وش الشغل اهو، شايفين وش الشغل؟ دي الحلقة اهي، ودي الحلقة التانية اللي هي لسه ما اكتملتش. تمام، الحلقة دي لسه ما اكتملتش. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ انا عايزة اتحرك، بصولي كده، انا عايزة ارجع. انا كنت هنا، انا واقفة هنا اهو، انا عايزة انزل 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 وابقى فين؟ ابقى هنا، علشان دول 7 حشو وعايزة اكملهم هنا كمان 3 عشان يبقوا 10 حشو. يبقى انا عايزة انزل المسافة دي كلها. دول كانوا 3 اعمدة، كانوا عمود عفوا ب3 سلاسل، يبقى هنزل 3 سلاسل 1 2 3 وبعدين اعمل منزلقة. ده كان عمود بلفتين يعني 4 سلاسل، هعد 1 2 3 4 وانزل هنا بمنزلقة. ازاي اهو؟ 1 2 3 وهروح هنا، بصوا لي كده عند نهاية العمود ده كده اهو، هدخل هنا وهدخل اهو وهخرج بمنزلقة. تمام، وبعدين 4 1 2 3 4 وبعدين اروح جوه الحلقة دي كلها اهو واخرج بمنزلقة. وبعدين رجعت بقى للحلقة الأساسية بتاعتي اهي، اللي هي زي دي بالظبط كده، هدخل فيها بقى وهكمل فيها 3 حشو، لأن انا عملت 7. ادي 1 2 3 كده، بقوا كام؟ بقوا 10 اهو، شايفين بقوا 10. طيب وبعدين انا عايزة المفروض ان انا الف علشان اجي الجنب التالي اكمل بقية الفراشة. دي مروحة، وهيبقى في مروحة هنا الناحية التانية، فانا عايزة اجي الناحية التانية. هاجي الناحية التانية ازاي؟ بصولي كده للخطوة دي، مهمة جدا. هعمل ايه في الخطوة دي؟ انا هدخل كده اهو، بصوا اهو انا هنا اهو، هدخل كده واخد الخيط من ورا. تمام، وبعدين اروح هنا كأني بعمل حشو عادي اهو في الناحية التانية، هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، هاخدهم كلهم مع بعض اهو، هاخد ال3 لفات مع بعض. خليكوا حلوين اهو، يبقى عملت اول 1 حشو في الناحية التانية. ادي 1 حشو، ادي 2 3 4 5 6 7، زي ما انا عملت الناحية التانية 7 هنا 7، وبعدين طلعت ب6 سلاسل 1 2 3 4 5 6، شلت الإبرة وبعدين عديت هنا 1 2 3 وهدخل في رقم 4 اهو، يبقى هعد 1 2 3 وهدخل في رقم 4 واروح ادخل الإبرة في الحلقة واشدها. انا عايزة ادخل من هنا، فهدخل كده وهاخد الخيط ده بمنزلقة علشان ابقى بره الحلقة. تمام، بعد كده هطلع ب4 سلاسل 1 2 3 4 وهبدأ اعمل 11 عمود بلفتين الناحية التانية زي ما عملت هنا اهو. هلف كده وهدخل، ادي كده 2، هلف كده اهو 3 اهو 4، يبقى انا هكمل كام عمود بلفتين هنا زي ما عملت هنا، هكمل 11 عمود بلفتين او 11. تمام، اكملهم وارجع لكم. خلصت كده حبايبي اهو، 11 عمود بلفتين 11 دبل ستيتش
تمام، وبعدين هطلع بأربع سلاسل 1 2 3 4 أربع سلاسل، ألف الشغل بتاعي على الظهر كده، وبعدين أبدأ أعمل فوق كل عمود عمود عادي، وبعدين سلسلة عمود، نفس الخطوات اللي مشيناها الناحية التانية بس أنا بعدها لكم أهو للتذكير، هي نفسها بالظبط اللي هنمشيها الناحية دي. يبقى هنا سلسلة وبعدين عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود. خلي بالكو أول دور في الفراشة دي مختلف عن كل الأدوار اللي بعد كده، لأن ده الدور ده مش بشبك فيه، لكن الأدوار اللي جاية بعد كده هبدأ أشبك فيها. خلصت اهو 11 عمود بلفتين، وبعدين 11 عمود بلفة بين كل عمود وعمود سلسلة، هبدأ أطلع بأربع سلاسل 1 2 3 4، وألف الشغل أجيب وش الشغل بقى بتاعي أهو، وأرجع أدخل بين كل عمود وعمود وآخد أربع سلاسل حشو 1 2 3 4 حشو أهو، 1 2 3 4 وأدخل هنا حشو، 1 2 3 4 وأدخل هنا حشو، 1 2 3 4 وهدخل هنا حشو. أنا كده خلصتها أهو يا حبايبي، خلصت الفسطولات دي زي ما انتوا شايفينها كده أهي. أنا عايزة أوصل من المكان ده أجي هنا، هاجي هنا إزاي؟ زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هاخد 3 سلاسل 1 2 3 وهروح هنا عند مكان اخر عمود اخدته، وهخرج بمنزلقة، وبعدين 4 سلاسل 1 2 3 4 وهروح هنا في الدايرة دي وادخل، ومش هاخد حشو، وهخرج بمنزلقة اهو، وبعدين هلاقي هنا المكان فاضي لان انا هنا خدت 7 حشو، هاخد 3، يبقى 1 اتنين اهو 3 3 1 2 3 حشو، وبعد كده هقفل الدايرة خلاص بأول سلسلة أنا خدتها وهخرج بمنزلقة. بصوا كده أهو، آدي الشكل، آدي أول فراشة في الشكل اللي احنا بنعمله. تمام، أول فراشة دي كل الخطوات معظمها هيتكرر، بس في خطوات مش هتتكرر. تمام، أنا هبدأ بقى سلسلة جديدة اهو، يبقى انا عايزة انبهكم المعلومة كمان، بصوا هنا، بصوا كده، اول حاجة دي حلقة فاضية لوحدها، وبعدين حلقة فيها الفراشة او المروحتين، وبعدين حلقة فاضية، شايفين الحلقة دي فاضية، وبعديها حلقة فيها فرشتين، وبعدين حلقة فاضية، وبعدين حلقة فيها فرشتين. تمام، انا عملت دلوقتي حلقة فاضية، حلقة فيها فرشتين، يبقى الحلقة الجديدة هتبقى عبارة عن حلقة ايه؟ حلقة فاضية، يعني 1 2 3 4 5 6 7، الف لفتين اهو وهدخل كده وهعمل عمود بلفتين، وبعدين سلسلة، وبعدين هدخل هنا هعمل 10 حشو الناحية دي و10 حشو الناحية دي، يبقى أنا هكرر نفس اللي عملته هنا بالظبط في الحلقة دي، هكرره هنا في الحلقة دي، نفس اللي هنا هعمله هنا، أخلصها وأرجع لكم. وأنهيت الدور يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده أهو، حلقة فاضية، وبعدين الحلقة اللي عملت فيها المروحتين، وبعدين حلقة فاضية، وبعدين هعمل حلقة جديدة عشان أعمل فيها كمان مروحتين أهو، حلقة جديدة عبارة عن 7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7، 7 سلاسل، هلف لفتين وهدخل في أول سلسلة أهو، أوسع إيدي شوية كده مشدهاش، وهعمل عمود بلفتين أهو، وبعدين أطلع بسلسلة وأدخل هنا وأعمل 7 حشو، أدي 1 2 3 4 5 6 7، 7 بس حشو، وبعدين هطلع بـ6 سلاسل 1 2 3 4 5 6، أشيل الإبرة
كل ده تكرار، هعد اهو 1 2 3 في رقم 4، هدخل واخد الحلقة دي معايا واخرجها، وبعدين ادخل كده واخد غرزة منزلقة اشد الخيط، وبعدين اطلع باربع سلاسل 1 2 3 4، وبعدين الف الابرة واعمل هنا 11 عمود بلفتين. تمام، هكملهم هنا جوه الحلقة دي 11 عمود بلفتين. خلصت ال11 عمود بلفتين زي ما انتوا شايفين كده اهو، وبعدين هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اطلع 4 سلاسل 1 2 3 4 والف الشغل كده، وبعدين هاخد فوق كل عمود نفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده سلسلة. هسرع ايدي شوية لان الخطوات هي نفس الخطوات اهو، سلسلة خلاص حبايبي. خلصت اهو ال11 عمود بلفة بين كل عمود وعمود سلسلة. هبدأ اطلع ب4 سلاسل 1 2 3 4، وبعدين اقلب الشغل بتاعي اجيبه على وشه اهو، ده وش الشغل، وبعدين هبدأ هنا بين كل فراغ وفراغ هعمل 1 حشو 1 2 3 4، واروح هنا في الفراغ التالي واخد حشو 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده اهو بين العمود والعمود هدخل في النص وهعمل حشو 1 2 3 4، ادخل في النص واعمل حشو. تمام، هكملهم كلهم للاخر زي كده. خلصت اهو حبايبي المروحة للناحية دي. تمام، وصلت لحد هنا. المفروض ان انا هشبك المنطقة دي بالمنطقة دي. طيب هشبكها ازاي؟ اهو ده الوش، اهو ده وش الشغل، ده وش المروحة وده وش المروحة. هطبق المروحتين دول كده على بعض، يبقى الظهر في الظهر، الظهر ده الظهر وده الظهر في وش بعض. طيب وبعدين هعمل ايه؟ همسك الخيط بتاعي كده، طلع الخيط بتاعي الاول اهو، وامسك الجزء ده مع الجزء ده كده، وهروح هنا. دي اول فستونة انا اشتغلتها هنا، مش هدخل جواها، انا هدخل في اول واحدة هنا، اول غرزة، شايفين اول غرزة هنا كده اهو، بصوا اهي اللي هي هنا بالظبط كده، شايفين؟ يبقى هات دي كده اهو، وبعدين هدخل هنا كده، ومش هعمل منزلقة، انا هاخد غرزة حشو. طيب وبعدين بعد ما خدنا غرزة الحشو اهو، عايزين ايه؟ انا هنا تمام هنزل الجزء ده كده 3 سلاسل وبعدين منزلقة، وبعدين 4 سلاسل وبعدين منزلقة. تمام، وبعدين ارجع اخد ال3 الحشو الفاضلين هنا نفس الخطوات اللي فاتت. يبقى انا هنا وقفت هنا شبكتهم في بعض، هي كل الحكايه نفس الخطوات اللي عملناها، بس هشبك بغرزه الحشو. هرجع امسك كده واعمل 1 2 3 3 سلسله، وهروح هنا عند نهايه العمود وادخل واخرج بمنزلقه، وبعدين 1 2 3 4 4 سلسله، وهروح في الفراغ ده وهدخل واخرج بمنزلقة، وبعدين هلاقي عندي بقى الحلقة بتاعتي اللي انا بشتغل فيها، اللي انا عملت 7 حشو باقي 3 حشو هدخل فيها على طول، بس اشد الخيط الاول كده معايا اتأكد انه مشدود، وبعدين ادخل فيها على طول اخد ادي 1 2 3 حشو. عايز اجي بقى الناحية التانية هعمل ايه؟ زي ما علمتكم بدخل في الفراغ اللي في النص ما بينهم واخد الخيط، وبعدين اجي للحلقة كده اللي هشتغل فيها، هدخل جواها واخد طرف الخيط، هيبقى عندي 3 سلاسل 3 حلقات هخرج منهم الـ3، يبقى اعتبرتها 1 حشو، يبقى 1 وبعدين 2 3 4 5 6 7. عملت 7 حشو. ليه عملت 7 حشو؟ علشان انا هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اشتغل الفراشة التانية
اللي هي زي دي اهو، بنشتغلها ازاي الفراشة اهو، بنطلع 1 2 3 4 5 6 اهو، عد 1 2 3 4 عند رقم 4 وهدخل وهاخد دي معايا، وبعدين هدخل هنا واخرج بمنزلقة اهو، وبعدين اطلع بأربع سلاسل 1 2 3 4 اربع سلاسل، وهلف لفتين وهدخل هنا واعمل 11 عمود بلفتين اهو، هكمل هنا 11 عمود بلفتين زي دول، اروح اكملهم وارجع لكم. كملت ال 11 عمود بلفتين اهو، شايفين 11 عمود بلفتين، هطلع بأربع سلاسل 1 2 3 4 أربع سلاسل، وبعدين ألف الشغل بتاعي على الظهر بتاعه أهو، الشغل كله على الظهر كده ظهر الشغل، وبعدين هبدأ زي ما أنا معوداكو آخد فوق كل عمود عمود سلسلة عمود سلسلة، فوق كل عمود عمود أهو، هكملهم بقى. بصوا بقى حبايبي كده، انا في ظهر الشغل، في ظهر الشغل هنا لما كنت في اول مروحة كنت بعمل بعد ما بخلص اللي هي اربع سلاسل حشو اربع سلاسل حشو اربع سلاسل حشو، بعد ما اخلصهم اجي هنا واشبك، لكن في المروحة المعاكسة ليها لا، مش هعمل كده، مش هخلص الاربع سلاسل، لان لو خلصت عملت اربع سلاسل حشو اربع سلاسل حشو اربع سلاسل حشو، هاجي هنا، طب هشبك فين هنا؟ انا مش محتاجة اشبك هنا، انا محتاجة الاول اشبك هنا، تمام؟ يبقى لازم الاول قبل ما اعمل الاربع سلاسل اللي هم بعمل اربع سلاسل حشو اربع سلاسل حشو، قبل ما اعملهم مش زي دي عملناهم وبعدين شبكنا، هنا قبل ما هعملهم هروح اتلي دول كده، اخلي الظهر في الظهر عكس التانية بالظبط، وهروح هنا عند اول فستونة اهي، وهروح في المكان ده وادخل كده واعمل غرزة حشو، تمام؟ انا عايزة بقى اعمل ايه بعد الحشو؟ مش عايزة انزل بقى، انا هنا مش عايزة انزل، انا هنا عايزة اعمل ايه؟ لان هنا مش عايزة انزل، انا هكمل كده، يبقى مش زي التانية بالظبط خالص، هعمل ايه؟ هطلع باربعة سلسلة، اتنين تلاتة اربعة، يبقى كل مروحة مختلفة عن التانية، هاجي وش الشغل اهو، وهاجي هنا بين العمودين واعمل حشو 1 2 3 4، واعمل بين العمودين حشو 1 2 3 4، بين العمودين حشو، التبهوا للنقطة دي 3 4 اللي هي الكل فراشة أو كل جناح من الفراشة مختلف في طريقة تشبيكه مع التالي. المروحة دي كنت أنا بشبكها بعد ما بخلص الفسطونات، لكن المروحة اللي قصادها بشبكها قبل ما ببدأ الفسطونات أهو، 1 2 3 4 أهو، بين كل عمود وعمود بدخل آخد حشو 1 2 3 4، هاخد هنا حشو. طيب انا عايزه ايه بقى؟ بصولي كده، انا عايزه اتحرك من هنا 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 عشان ابقى كده، علشان اكمل التلاتة الحشو اللي فاضلين لي هنا، مظبوط؟ يبقى هعمل ايه؟ هاخد واحد اتنين تلاتة 1 2 3، وهروح هنا ادخل واعمل منزلقة، وبعدين اربعة سلسلة 1 2 3 4، واروح في الفراغ ده وادخل اعمل منزلقة، هلاقي نفسي خلاص بقيت هنا اهو، هدخل اكمل التلاتة حشو اهو 1 2 3 تمام، وبعدين اقفل بمنزلقة اهو. بصوا بقى الشكل اهو. عفوا. تمام حبايبي، خلاص انا كده هفضل اشتغل بنفس الطريقه والكيفيه اللي انا وريتها لكم اهي، خلاص بعد كده يبقى انا عملت هنا حلقه فاضيه، وبعدين حلقه بعمل فيها مروحتين، حلقه فاضيه حلقه عملت فيها المروحتين، يبقى الدور الجاي هعمل حلقه زي دي بس فيها 10 حشو بس،
خلاص وافضل اكمل للطول اللي انا عاوزاه. انا هنا عملت عينة عندي اهي، بصوا دي عينة انا كوياها. انا هبعد ده كده شوية علشان اعرف اوضح لكم اكتر. بصوا اهو، تمام، دي العينة اللي انا اشتغلتها معاكم، ودي العينة اللي انا كويتها اهو. اخر واحدة هنا، في بعدها واحدة فاضية، تمام. بيحتاج الخيط ده بعد ما بنخلص بيحتاج يتكوي كده كوية حلوة، بيخدل كده وبيبقى جميل جدا. شوفوه بيبقى طري وحلو قوي ازاي. طيب انا بقى المفروض ان انا هعمل ايه هنا في النص؟ في النص هعمل دور حلقات بس. شايفين الحلقات دي اهو؟ تعالوا نشوفها كده، تعالوا نشوفها هنا اهي اهو. شايفين انا كده اهو شغالة. نسيت اقول لكم ان انا اللينك الشرشوبة هسيبه لكم فوق في المحتوى المقترح، وهسيب لكم كمان اللينك في الديسكريبشن بوكس. تمام حبايبي، يبقى انا دلوقتي اهو ادي بشتغل بالطول اللي انا عاوزاه لحد ما اخلص، واشتغل كمان واحدة بالطول اللي انا عاوزاه لحد ما اخلص، وبعدين هبدأ اعمل الوحدات اللي في النص بلون مختلف، او انت عايزاها بنفس اللون براحتك، وهوريكي ازاي تشبكي. تمام، هنبدأها باللون الفضي، وانا عملت حلقة زي دي كده فاضية عادي، وبعدين هبدأ معاكم الحلقة التانية عشان اوريكم هنبدأ نشبك القطعتين المستطيلتين دول اللي هو المفروض يبقوا اطول من كده، هنشبكهم مع بعض ازاي. انا اشتغلت زي ما انتم شايفين حلقة فضي باللون المختلف. انا كنت عايزة اعملها لكم البيتي، بس يعني جه على بالي ان انا اعمل لكم الفضي ان شاء الله. المفرش الجاي هعمل لكم البيتي في ذهبي. عملت اول حلقة بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها، وبعد كده هطلع بسبعة سلسلة 1 2 3 4 5 6 7. الف الابره لفتين وهروح لاول سلسله انا خدتها، وهدخل فيها وهوسع ايدي شويه وانا بشتغل، وهعمل عمود بلفتين، وبعدين هطلع بسلسله، وبعدين هدخل هنا. انا كنت هناك بعمل سبعة حشو، المره دي هعمل خمسة حشو. ادي 1 2 3 4 5، يبقى انا عملت خمسة حشو بس. طب ليه عملت خمسة حشو؟ هقولك. انا القطعتين قدامي اهو، اللي ده وشها وده وشها، ده وش القطعتين اهو، وانا بادية من هنا تحت. يبقى انا الجزء ده وش الشغل اهو، يبقى انا الجزء ده هيتشبك هنا، دي هنا الجزء ده هيتشبك هنا. هشبكه هنا ازاي؟ يبقى انا خدت خمسة حشو بس. تمام، همسك القطعة دي كده اهي، تمام. هعد الفسطونات هنا، ادي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. ما بين رقم 4 و5، والخيط على الابرة زي ما انتوا شايفين، ما بين رقم 4 و5 هدخل من هنا واطلع من هنا كده. شايفين اهو، شايفين انا عاملة ايه؟ هخرجها تاني وهوريكو اهو. هعد 1 2 3 4 5، 4 و5، ادي رقم 4 وادي رقم 5، والخيط اهو معايا، ودخلت بينهم في النص، خدت الخيط معايا وعملت غرزة حشو. بس كده هو التشبيك، بس كده هو التشبيك. ارجع بقى للحلقة بتاعتي تالي اهي، انا عاملة فيها خمسة حشو، يبقى هكمل الخمسة الباقيين اهو. ادي 1 اللي هو 1 2 3 4 5 اهو، وبعدين القطع هنا قدامي اهو، ده وشها خلاص. هدخل زي ما علمتكو، هدخل من هنا كده هاخد الخيط، وبعدين هاجي هنا هدخل كده، يبقوا 3 حلقات هاخدهم كلهم مع بعض واعتبرهم رقم 1، الحشو رقم 1، وبعدين رقم 2 3 4 5،
طيب هروح فين انا دلوقتي؟ تعالوا نرجع تاني كده، نحط ده كده اهو شايفين، ونحط الجزء بتاعي ده الاول، حلقة انا بديتها اهي مع اول حلقة هنا، وبعدين شايفين الحلقة دي انا شبكت هنا في دي، يبقى انا عايزة اشبك هنا في دي، تمام كده اهو. طيب انا بقى عشان اعدلهم كده عشان يبقوا قدامي اعرف اشتغل فيهم اهو، يبقى دي هتتشبك هنا اهو شايفين، يبقى همسك كده وهروح نفس ما عملنا هناك، هعد ادي اول فسطونة، اتنين تلاتة اربعة خمسة، بين الاربعة والخمسة هدخل في النص كده اهو، هطلع بس الخيط بره الاول كده، وبعدين ادخل في النص هنا كده وامسك الخيط يبقى بره اهو، هاخد الخيط وهعمل حشو، وبعدين بعد الحشو هرجع تالي للحلقة بتاعتي اهي، وهكمل الخمسة الحشو اللي انا المفروض اللي انا يبقوا 10، ادي 1 2 3 4 5، وبعدين هروح عند اول سلسلة بديت بيها اهي، وهخرج بمنزلقة. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه اهو، بصوا كده اهو، ادي الحلقة هنا اهي، حلقة فاضية، وبعدين حلقة اتشبكت، وبعدين هبدأ هنا اعمل حلقة فاضية مش متشبكة في اي حاجة، عبارة عن 7 سلاسل، وبعدين عمود بلفتين، وبعدين 10 حشو هنا وعشرة حشو شمال، وبعدين اقفل بمنزلقة، يبقى هنا في النص هعمل حلقة فاضية، وبعدين هعمل حلقة بعد الحلقة الفاضية حلقة تانية يتشبك فيها الاتنين الجايين، تمام؟ انا هعمل الحلقة الفاضية هنا وارجع لكم عشان اوريكم كمان التشبيك مرة تانية. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي اهو، ادي الحلقة الفاضية، وبعدين الحلقة اللي شبكت فيها، وبعدين حلقة فاضية، وبعدين الحلقة الجديدة هشبك فيها هنا وهنا. طيب تعالوا نشوف بقى برضو هنعملها ازاي، انا هعيدها لكم بس هي نفس اللي انا عملتها تحت، بس انا هعيدها لكم برضو زيادة تأكيد. ادي 1 2 3 4 5 6 7، الف لفتين وادخل في اول سلسلة، واوسع ايدي شوية واعمل عمود بلفتين، اطلع بسلسلة، وبعدين ادخل هنا اعمل 5 عمود بلفة، ادي 5 حشو، 4 5، تمام عشان ما تلخبطيش نفسك اهو، حطي كده الشغل قدامك وما تعمليش حاجة في الخلف وحاجة في الامام اهو، انا كده اهو الشغل قدامي اهو خلاص، يبقى انا هشبك فين؟ يبقى انا هشبك في القطعة دي اهو، هعد 1 2 3 4 5، ما بين رقم 4 ورقم 5 هدخل في النص كده اهو، وهتخرج بالإبرة، معلش يا جماعة أسفة، غرزة حشو فكت أهي، هدخل هعملها، وبعدين أرجع تاني أهي للقطع اللي عندي أهي، أدي 1 2، دي أول فسطولة هنا، 1 2 3 4 5، يبقى أنا هدخل هنا في النص ما بين رقم 4 ورقم 5 أهو، وهخرج بحشو، وبعدين أرجع للحلقة بتاعتي أكمل الخمسة الحشو بتوعي، أدي 1 2 3 4 5، وبعدين ادخل هنا كده اخد الخيط الف ايدي، وبعدين ادخل هنا عشان اعمل الحشو 3 حلقات اخدهم مع بعض، ودي اول واحدة حشو، بعد كده 2 3
أربعة خمسة أهو، هاخد الجزء التالي اللي قدامي هنا أهو، ده أنا شبكت الناحية دي خلاص، يبقى أنا هنا الدور هنا، تشبيك الدور هنا هيكون الناحية دي. تمام، هعد أهو، واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى ما بين رقم أربعة وخمسة هدخل كده وآخد الخيط وأعمل حشو وأرجع للحلقة بتاعتي أهي، أكمل فيها خمسة حشو. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبعدين هقفل الحلقة بتاعتي بمنزلقة أهو. زي ما انا قلت لكم ما تقلقوش لو انه شد معاكم اثناء الشغل، ما تقلقوش خالص خالص خالص، كل ده بتيجي بعد كده وبالمكوى بيتعدل معاكي وبيبقى زي الفل، ما تقلقيش خالص. شوفي انا كوياه في المفرش بتاعي اهو، مجرد انه عايز بس يتكوي اهو، بس نتيجته مبهرة، نتيجته حلوة قوي قوي قوي. ويا رب اكون افدتكم، وما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت. وادي اهو المفرش الاساسي اهو، زي ما انتوا شايفين، شوفوا انتوا شايفينه هنا واقف وعامل، شوفوا هنا عامل ازاي، بصوا اهو جميل جميل جدا 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 زي ما انتوا شايفين، ولا حاسين بحاجة ولا انه مشدود معاكو، مجرد المكوى بالبخار او تبخي عليه شوية مية وتكويه بيطلع زي الفل. لايك لايك، ما تنسوش تحطولي لايك على الفيديو لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تدعمولي بلايك وشير وكومنت، وما تنسوش كمان الشرشوب، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس وهحطه لكم كمان في الفيديو المقترح فوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.